بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 87 من سلسلة فيديوهات الـ CCNA Routing and Switching 200-120. ما زلنا في الطبقة الثالثة للترابل شوت، وراح نتكلم في هذا الفيديو عن مجموعة من التقنيات الموجودة في الطبقة الثالثة. تحديدا راح نتكلم عن الاكسس ليست، وراح نتكلم عن النات، وراح نتكلم عن الاستاتيك راوتينج. نبدأ مع الترابل شوت الخاص بالاكسس ليست، وهي عملية ايجاد المشكلة وحلها المتعلقة بالاكسس ليست. الاكسس ليست اولا هي عبارة عن قائمة يقوم مهندس الشبكة بانشائها على جهاز الراوتر بهدف المنع، بحيث من الممكن ان نمنع شبكة او جهاز او مجموعة من الاجهزة من الدخول لشبكة اخرى، او منع جهاز او مجموعة اجهزة او شبكة من ان تتصل بالانترنت، ومن الممكن منع بروتوكول معين لجهاز من الأجهزة أو لشبكة أو لمجموعة من الأجهزة من أن يتم أن تتصل به أو أن تستقبل بيانات من خلال هذا البروتوكول. أول خطوة عند إنشاء وإعداد الأكسس ليست هي تحديد ما الذي نريده من هذه الأكسس ليست. هل ما نريده المنع الكامل؟ عندها يتم استخدام الستاندرد أكسس ليست. أم هل ما نريده هو منع جزئي لبروتوكول معين؟ عندها يتم استخدام الاكستندد اكسس ليست. كذلك يجب تحديد الراوتر الصحيح لكي نطبق عليه الاكسس ليست، والمنفذ الصحيح في داخل الراوتر، وتحديد اتجاه الاكسس ليست الصحيح، هل هو ان او اوت. ويجب عند انشاء وتطبيق الاكسس ليست يجب اختبار الاكسس ليست والتاكد من انها تعمل، وفي حاله عدم عملها فيجب مراجعة الإعدادات والتعديل عليها. ولرؤية إعدادات الأكسس ليست يوجد لدينا مجموعة من أوامر الشو اللي من خلالها نستعرض إعدادات الأكسس ليست لكي نتأكد هل هناك أخطاء فنقوم بتعديلها. عندنا أهم هذه الأوامر، عندنا الشو أكسس ليست، وهذا الأمر لرؤية جميع الأكسس ليستز الموجودة أو قوائم المنع الموجودة لدينا في داخل الراوتر، سواء بجميع أنواع العناوين المنطقية. يعني ممكن يكون عندنا مثلا على مستوى الراوتر أكسس مجموعة من الأكسس ليست على مستوى الأي بي أدرس، وأخرى على مستوى الأي بي إكس. طبعا هذا الأمر لا راح يريك الأكسس ليست الموجودة بجميع أنواع العناوين المنطقية، ولكن لا يريك ما هو المنفذ الراوتر المطبق عليه الاكسس ليست، لان احنا عارفين الاكسس ليست بتتكون من مرحلتين، المرحله الاولى انك تنشئها، المرحله الثانيه انك تدخل على اي منفذ من منافذ الراوتر وتطبق هذه الاكسس ليست. عندنا الامر الثاني اللي هو show IP access list، هذا الامر لرؤيه الاي بي اكسس ليست الموجوده على الراوتر، بيورينا الاكسس ليست حصريا اللي بيتم انشائها على الاي بي كعنوان منطقي والموجود على الراوتر، ولكن هذا الأمر أيضا لا يرينا المنافذ المطبقة عليه هذه الأكسس ليست. عندنا الأمر Show IP Interface، وهو لرؤية المنافذ المطبقة عليها الـ IP Access List. لو حبينا من خلال هذا الأمر راح يورينا المنافذ ومع كل منفذ الإعدادات الموجودة فيه وحالة المنفذ، وكذلك راح نشوف إذا كان هناك اكسس ليست مطبقة عليه او لا. بعد عندنا امر show running config، وهذا الامر هو الجامع، حيث يرينا الاكسس ليست اللي تم انشائها على الراوتر بجميع انواعها، وكذلك يرينا في اي منفذ من منافذ الراوتر تم تطبيق هذه الاكسس ليست. من الاخطاء اللي ممكن نواجهها وبتحصل هو انه مهندس الشبكة ممكن انه يقوم باعداد الاكسس ليست وينسى انه يطبقها على اي منفذ من منافذ الراوتر، فبالتالي وقت الاكسس ليست راح تكون عبارة عن اعدادات
لكن غير مفعلة، لا يتم استخدامها، مجرد سطور مكتوبة. الراوتر ما بيطبقها، ليش؟ لأن أنت ما حددت في أي منفذ من منافذ الراوتر يتم تطبيق هذه الأكسس ليست. وتعتبر هذه الأوامر بالتالي أوامر مهمة جدا لتأكد من الأكسس ليست أساسا موجودة، وبعد كده التأكد من إعداداتها الصحيحة، وأخيرا نتأكد من أنه تم تنفيذها على المنفذ الصحيح من عدمه. ننتقل إلى موضوع النات ترابل شوتينج. والنات وهي اختصار لـ Network Address Translation، والنات هي تقنية تقوم بعملية ترجمة للعناوين الخاصة في داخل الشبكة المحلية إلى العنوان العام، بكي تتمكن الأجهزة في الشبكة الخاصة من الاتصال بشبكة الإنترنت. وهذا يقدم لنا ميزتين. الميزة الأولى وهي ميزة توفير العناوين العامة الإصدار الرابع. الميزة الثانية وهي الحماية، حيث لا يتم اتصال أجهزة الشبكة المحلية بالإنترنت مباشرة، ويتم تطبيق النات على المودم أو الراوتر أو السويتش الطبقة الثالثة في أي جهاز من هذه الأجهزة اللي بيكون متصل مع شبكة الإنترنت. ولكي يتم تفعيل النات ويعمل بالشكل الصحيح، فهناك مجموعة من النقاط المتعلقة بالإعدادات التي يجب أن تكون صحيحة، حيث أن هناك بعض الإعدادات التي قد يخطئ فيها مهندس الشبكة، والتي تسبب في أن النات لا تعمل في داخل الشبكة. وأهم هذه النقاط هي: عندنا التحديد السليم والصحيح لمنافذ الإنسايت، لمنفذ الإنسايت اللي راح يكون متصل بالشبكة المحلية، ومنفذ الأوتسايد اللي راح يكون متصل بشبكة الإنترنت، حيث التحديد الخاطئ سوف يؤدي إلى عدم عمل النات. كذلك يجب التأكد من صحة البابليك اي بي ادرس الموجود في الاوتسايد انترفيس والبرايفت اي بي ادرس الموجود في الانسايد ادرس، عفوا انسايد انترفيس، مع اقنعة الشبكة السبنت ماسكس الصحيحة في كلا المنفذين، لان وجود خطأ في العنوان او القناع في اي من المنفذين سوف يؤدي الى عدم عمل تقنية النات. كذلك يجب التأكد من صحة المدى الخاص بالبابليك اي بي ادرس او مجموعة العناوين الموجودة في المدى اللي في داخل النات بول او مع المنفذ الصحيح الخاص بالاوتسايد انترفيس. كذلك يجب التأكد من كتابة عنوان الشبكة والوايد ماسك كارد الخاص بالشبكة المحلية في الاكسس ليست، حيث كتابتها بالشكل الخطأ سوف يؤدي إلى عدم عمل تقنية النات. وهناك أمر قد يتم نسيانه عند عمل الإعدادات، وهو طبعا إعدادات البات نات أو الأوفرلودينج، حيث من دون هذا الأمر سوف لن تنفذ البات نات أو الأوفرلودينج نات، وإنما راح ينفذ النوع الثاني من أنواع النات اللي هو الديناميك نات. واحنا عارفين ان لو نبغى عنوان واحد او مجموعة من العناوين هي اللي تحتوي على هي اللي من خلالها تتمكن جميع الاجهزة من ان تتصل بالشبكة، فعندها لابد من استخدام البات نات. اذا عندنا 7 نقاط لابد ان احنا نتأكد منها لكي نتأكد من صحة عمل النات، وهي كالتالي: رقم 1 تحديد منفذ الانسايد والاوتسايد، رقم 2 كتابة عناوين المنافذ بالشكل الصحيح والتأكد من أن هذه المنافذ تعمل، رقم 3 التأكد من العناوين أو المنفذ في النات بول، النقطة الرابعة التأكد من أن المنافذ سواء الإنسايد أو الأوتسايد تعمل بشكل فيزيائي وبرمجي بالشكل الصحيح، النقطة الخامسة كتابة البابليك اي بي ادريسز والسبنت ماسك بالشكل الصحيح في داخل النات بول، رقم 6 كتابة عنوان الشبكة المحلية والوايلد ماسك كارد في الشكل الصحيح في داخل الاكسس ليست، رقم 7 كتابة امر الاوفر لودينج. للتأكد من هذه النقاط السبعة يوجد لدينا اوامر الشو التالية: عندنا الامر الشو رانينج كونفيجريشن، وعندنا الامر الشو اي بي نات ترانزليشن، بحيث من خلال هذه الاوامر نتأكد من صحة الإعدادات، ونتأكد فيما لو كان النات مطبق ويعمل في داخل الراوتر أو لا يعمل في داخل الراوتر، لأن الأمر show IP NAT translations
هيورينا عمليات الترجمة اللي بتحصل فيما بين الشبكة المحلية والشبكة أو شبكة الإنترنت. فممكن تكون المشكلة فقط من جهاز واحد لكن باقي الأجهزة تعمل، فعندنا لما نشوف عملية الترجمة نفهم هل المشكلة في الجهاز ولا هي المشكلة في الشبكة بأكملها. لو كان المشكلة في الشبكة أكملها عندنا وقتها عندنا الأمر شو رانينج كونفيجريشن حيورينا الإعدادات بشكل كامل الكامل والمتخصص الخاصة بالنات، ويورينا أيضا في أي منفذ من المنافذ مطبقة عليه النات، ويورينا كمان حالة المنافذ بشكل عام. ننتقل إلى موضوع الستاتيك راوتينج. عملية التوجيه هي العملية الأساسية اللي بيقوم فيها جهاز الراوتر، واللي هي عملية أنه يربط فيما بين الشبكات المختلفة ويقوم بتوجيه البيانات فيما بينها بعملية اختيار أفضل مسار. اللي راح نتكلم عنه هو الستاتيك راوتينج ترابل شوت، واللي هو عملية اكتشاف الأخطاء وحلها ضمن الستاتيك راوتينج. والستاتيك راوتينج بيتم استخدامه في الشبكات الصغيرة، وهي عملية التوجيه اليدوية اللي بيقوم فيها مهندس الشبكة. من المهم عند القيام بعملية الستاتيك راوتينج التأكد من صحة الإعدادات التالية: أن الشبكة التي يتم تعريف الراوتر عليها موجودة في الراوتر النكست هوب للراوتر، أي تقع في الراوتر المتصل مع الراوتر الذي نقوم بتعريفه بالشبكة بشكل مباشر، أو أنها موجودة في راوتر آخر والنكست هوب هو بداية الطريق إلى هذه الشبكة. عندنا هنا مثال، عندنا هذا الراوتر رقم 4 بنعرفه على شبكة موجودة في النكست هوب اللي هو الراوتر 5 اللي هي 55 55 55 0. لابد أن تكون هذه الشبكة موجودة في الراوتر 5 55 55 55، لأن لو ما كانت موجودة فوقتها كان احنا بنهدر الوقت، فلا بد احنا نتأكد من صحة كتابة عنوان الشبكة اللي احنا بنعرف الراوتر عليها، وكذلك انها تكون فعلا موجودة في الراوتر المقابل النكست هوب، او ممكن تكون مثلا موجودة في راوتر 6 مثلا، فبالتالي راوتر 5 هو الطريق الذي يؤدي الى راوتر 6. كذلك يجب التأكد من ان النكست هوب موجود وانه يعمل، لانه لو اصبح الراوتر 5 لا يعمل فعندها الشبكه 55 55 55 0 هيكون الراوتر 4 غير قادر على الوصول اليها. كذلك يجب التاكد من كتابه السبنت ماسك الخاص بالشبكه بشكل صحيح. خذوا قاعده لما نيجي نكتب دائما سبنت ماسك قناع شبكه لشبكه غير بالشكل الغير صحيح، فعندها الراوتر راح يتعامل معها كانها شبكه اخرى، فلا بد من تطابق كتابه عنوان الشبكه بالاضافه الى تطابق قناع الشبكه التابع لعنوان الشبكه، لان كتابه احداها سواء كعنوان او ك سبنت ماسك قناع شبكة سوف يؤدي إلى عدم مقدرة الراوتر بالاتصال والوصول إلى الشبكة. كذلك يجب التأكد من أن الشبكة أو أن الكابل اللي بيربط فيما بين الجهاز الراوترين وكذلك المنفذين اللي بيخلي الراوترين يتصلوا مع بعضهم البعض كلاهما يعملان وفي حالة طبعا وجود مشكلة في اتصال الراوتر، فعندها ما راح يعني اذا الراوتر مش قادر يتصل على النكست هوب اللي هنا في المثال هو الراوتر 5 فاعتبر ان هذه الشبكات غير موجوده. لما نيجي نكتب الامر تبع الستاتيك راوت ممكن احنا نشير الى المنفذ اللي متصل مع النكست هوب واللي هو هنا سيريال 01، وممكن نشير الى عنوان الراوتر النكست هوب اللي هو 10 115. كلا الحالتين صحيحة أثناء كتابة الستاتيك راوتينج. إذا لابد نحن ننتبه من صحة كتابة عنوان الشبكة للطرف الآخر أو الديستنيشن نتورك، كتابة قناع الشبكة بالشكل الصحيح، وأخيرا كتابة النكست هوب أو منفذ الراوتر المتصل مع النكست هوب بالشكل الصحيح، والتأكد من أن المنفذين الموجودين في الراوتر والنكست هوب يعملان، وكذلك الرابط اللي بيربط فيما بين الراوترين يعمل ويقوم بإرسال واستقبال البيانات. وفي حال حصول مشكلة
في عملية الستاتيك راوتينج، عندها لدينا أوامر الترابل شوت اللي راح تفيدنا في عملية اكتشاف المشكلة، ولما نكتشف المشكلة راح نكون قادرين على حل المشكلة، زي المثل اللي بيقول إذا عرف السبب بطل العجب. عندنا الأمر شو اي بي راوت اللي بيورينا جدول التوجيه الموجود على الراوتر، بحيث من خلال هذا الأمر راح نكتشف جدول التوجيه الموجود لدينا في داخل الراوتر. وكذلك عندنا شو، طبعا هنا المفروض ينكتب بطريقتين، عندنا الطريقة الأولى شو اي بي راوت بحيث يورينا جدول التوجيه الخاص بالإصدار الرابع، ولما نكتب الأمر شو اي بي فيرجن 6 راوت راح يورينا جدول التوجيه الخاص بعناوين الإصدار السادس. طبعا عندنا كمان الأمر بينج، وعندنا الأمر تريس راوت، هذه تعتبر من الأوامر والأدوات اللي بتستخدم في عملية الترابل شوت. وطبعا اخيرا لا ننسى الامر المهم اللي هو show running config، هذا الامر جدا مهم بيورينا كافة الاعدادات ومن ضمنها اعدادات الستاتيك راوتينج، بحيث نكتشف هل في مشكلة او خطأ في الاعدادات فنقوم عندها بتعديلها لكي تعمل عملية الستاتيك راوتينج بالشكل الصحيح. الى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو 88، وعلى أمل أن ألقاكم في الفيديو القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.